رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لعقدة من لساني يفقه قولي اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم في الصندوق معانا ومعاكم النهارده الخبير المصري بقطاع الخرسانه الجاهزه والحاصل على ماجستير من اداره الاعمال البشمهندس اللي منورنا النهارده طبعا محمد بهاء اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك واهلا بالقناة واهلا بالساده المشاهدين طبعا انت نورتنا النهارده في الحلقه. شكرا. وده نور كبير لينا طبعا عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه هي الخرسانه الجاهزه؟ أه الاول الخرسانه الجاهزه هي خرسانه زي الخرسانه المتعارف عليها عندنا في السوق. تمام. أه زي ما بنشوف مثلا موضوع الاسمنت والسن والرمل او الزلط او الميه ولكن دي مختلفه شويه بطبيعه تكوينها وبالمعايير والمواصفات اللي احنا بنبدا نضيفها على الخرسانه الجاهزه نفسها. وبالتالي هي خرسانه احنا بنجهزها وبنحضرها في موقع مجهز قبل مكان الصب يعني بمعايير محدده ومواصفات معينه بيتم نقلها عن طريق بعض المعدات لاماكن الصب واماكن البناء يعني. تمام طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي المعدات دي؟ المعدات طبعا في الاول وفي الاخر احنا عندنا مثلا مكان التجهيز نفسه بتاع الخرسانه ودي المحطه الخلط نفسها او اللي بيسموها عندنا المصنع الخرسانه. دي المكان اللي احنا بنبدا نجهز فيه الخرسانه آه وبنخلطها بالمكونات بتاعتها اللي المكونات دي عباره عن الركام وعن الاسمنت وعن الميه وحاجه بقى هي جديده بعد الشيء عن المفهوم الشعبي اللي بنسميها المواد الكيميائيه. بيتم تجهيز المخلوط دوت في محطه الخرسانه وبعد كده بيتم نقلها عن طريق سيارات خلط او بنسميها الخلطات آه لموقع العميل او لموقع الانشائي او للمشروع او لعنصر الصب نفسه. تمام. وبيتم صبها بعد كده عن طريق بقى استخدام بعض العناصر زي مضخات الخرسانه عن طريق الاوناش البرجيه او اي وسيله اخرى نبدا النهارده ان نصب بها الخرسانه ديت يعني فدي المين كومبوننت بالنسبه للمعدات اللي بنستخدمها في خلط الخرسانه الجاهزه تمام ممكن حضرتك تقول لنا امتى اتعمل اول مصنع للخرسانه الجاهزه آه خلينا نقول ان يمكن تقريبا اول نقله خرسانه جاهزه كانت موجوده يمكن دي كانت في الولايات المتحده الامريكيه كانت عام 1913 تقريبا ولكن انشاء مصانع الخرسانه الجاهزه كانت تقريبا حوالي ثلاثينيات القرن الماضي ولكن تطور المجال نفسه كان مصحوب بتطور بطيء جدا من الثلاثينيات لحد الستينيات من القرن الماضي ما بعد الستينيات يمكن في بقى تطور ملحوظ من يمة المعدات ومن يمة التكنولوجيا اللي تم استخدام فيها تكنولوجيا تصنيع الخرسانه الجاهزه ونقلها وضخها تمام. وده يمكن حضر معانا آه ونبدا شفنا ناطحات السحاب اللي موجوده والابراج النهارده و والفخر اللي ممكن يكون ما بين الدول وبعضها اطول ابراج موجوده في العالم فتم في استخدام فيها تكنولوجيا عاليه جدا جدا من معدات الخرسانه الجاهزه يعني. طب ايه هي انواع المحطات الخرسانه آه لو بنتكلم في انواع المحطات على حسب مش بنتكلم في التكنولوجيا بتاعت المحطات ولكن بنتكلم في آه عمليه تثبيت المحطات في الاماكن بمعنى ان احنا عندنا محطات ثابته وعندنا محطات متنقله هو ده المين الفرق الجوهري اللي ما بين المحطات وبعضها يعني ايه طب ممكن حضرتك تقول لنا الفرق بين الاثنين آه الفرق ما بين الاثنين يمكن المحطات الثابته بتلجا ليها بعض الشركات اللي بتبدا تدور على المركزيه بالنسبه لها بمعنى ان النهارده لو انا عندي مصنع ثابت بعمل فيه محطه مركزيه ببدا ادور على المحطات الثابته اللي بتديني طاقه انتاجيه مهوله جدا آه تنقلها من وقت للتاني بيكون مصحوب مش انا مثلا من حوالي 20 25 سنه عشان ابدا افكر ان انا انقلها أو ممكن على الفترات القصيرة بنتكلم مثلا اللي مثلا في خمس سنين ده أقل فترة يعني ممكنة. الحاجة الثانية بيبقى لها طبعا ظروف في إنشاءاتها ومصاريفها من يم الإنشاء المدني مثلا طبعا بتحتاج بنية تحتية بتكون عالية عشان أبدأ إن أنا أعمل المركزية اللي بالنسبة للمحطات الثابتة. أما بالنسبة مثلا للمحطات المتنقلة ودي الشركات بتلجأ ليها أو الظروف نلجأ ليها سرعة الفك والتركيب، مصاريف تشغيلها بتكون قليلة أنا ممكن مثلا في خلال 36 ساعة بفك المحطة وبنقلها لمكان تاني وببدأ أركبها نور جديد تاني. أه الحاجة التانية إن هي بتحتاج أعمال مدنية قليلة جدا بالنسبة للبنية المدنية بتاعتها يعني. حلو قوي، طب ممكن حضرتك تقول لنا إيه هي معايير الحكم على الخرسانة بمعنى أصح؟ أه معايير الحكم إحنا في جزئين، في جزء علمي وفي جزء شائع، يعني الجزء العلمي لما بيجي مثلا نطلب أه تصميم او تكوين الخرسانه ملي احنا بنبدا نتكلم على اجهاد الخرسانه والاجهاد ده هو عباره عن قوه مقسومه على المساحه وبالتالي في الشائع فبنيجي نقول والله ان انا مثلا عايز اجهاد خرسانه عباره عن مثلا 250 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع هو ده كده الحكم العلمي اللي احنا النهارده بنبدا مثلا نحدد بيه الخرسانه ولكن في جزء بقى احنا بنحكم على الخرسانه فيما بعد وده بيكون حكم لحظي وشائع من موقع العميل في حاجه اسمها الاسلام وده حاجه كده عايز اوصلها كده بطريقه شعبيه شويه ان يقدر يقدر يفهمها يعني وهو ده بنقيس بيه انهيار الخرسانه وتماسكها يعني ده رقم واحد رقم اتنين ان هو بيكون مع الخبره بيبدا النهارده الناس الاكسبرت في الموضوع زي الفنيين اللي او المهندس اللي بيبقى موجود على الصب نفسه بيبدا يشوف الخرسانه من شكلها بيبدا يحكم على الخرسانه اذا كان هي خرسانه جيده او لا يعني. تمام احنا بس هنرجع تاني لمكونات الخرسانه تمام معلش عشان نقف عند النقطه دي وعايزين نعرف ايه هو كلمه الركام الركام هو مصطلح تم استخدامه بيدل على السن والسن ده اللي هو التكسير بيبقى خارج من الجبل بالتفجير او عن طريق التكسير عن طريق بعض المعدات زي الشواكيش او الزلط او والرمل وفي بعض المواصفات الخاصه شويه اللي ممكن نستخدم فيها البازلت اللي صعب بنستخدمه في عمليه في اللي هو في رصف الطرق في الاسفلت أوه. وده هم دول المكون ده مع بعضه كده بنسميه اللي هو الركام طب احنا عايزين نعرف ايه هو تكوين الخرسانه؟ تمام نعرف ايه الفرق بين الخرسانه الجاهزه والخرسانه العاديه. اه تكوين الخرسانه زي ما قلت لحضرتك في في المقدمه ان احنا النهارده الخرسانه هي عباره عن مكون من السن او الزلط او البازلت ده كعنصر اساسي ما يعني ما بنخلطش ده على دوت يعني اه بلس الرمل زائد الاسمنت زائد الميه زائد المواد الكيميائيه اللي ممكن بقى بتختلف بانواعها اختلاف كبير يعني يعني دي كده اللي هي مراحل تكوين الخرسانه الجاهزه دي الاجزاء بتاعتها نحط ده الاجزاء دي كلها مع بعضها يطلع لي خريطة الخرسانه الجاهزه تمام حلو جدا ده كده كتكوين الخرسانه الفرق ما بينه هو بين الخرسانه الشائعه اللي ممكن بيتم استخدامها في القرى او في الاماكن النائيه اللي ما بيكونش فيها النولج بتاعه الخرسانه الجاهزه متوفره يعني الفرق بينها وبين بعضها هي المواد الكيميائيه اللي بيتم خلطها او اضافتها على على الخرسانه <applause> يعني احنا لو مثلا شفنا في القرى بيتم اضافه الخرسانه او تكوينها عن طريق الزلط عن طريق الرمل والاسمنت والميه ده كده المكون الاساسي للخرسانه اللي بيتم استخدامها في القرى <applause> وبالتالي ما بيبقاش برضو احيانا برضو فيها بعض الدقه وما فيش برضو معايير عاليه اقدر أس... اكون بها الخرسانه بالطريقه دي <applause> ولكن الخرسانه الجاهزه انا بقدر النهارده استخدمها عن طريق محطه الخلط بيتم وزن الخامات بتاعتها بالكيلو وفي بعض الحاجات زي الميه وزي الاضافات بيتم وزنها باللتر وبيكون في كسر من عشره كمان بيكون وصلت للدقه ديت موجوده يعني هو ده جزء الفرق من الاساسي ما بين الخرسانه الجاهزه والخرسانه العاديه اللي بيتم تكوينها في القرى يعني طب هو أنا كنت عايزة أعرف برضه هو عشان نوضح للساده المشاهدين أه هل الخرسانة الجاهزة دي في منها أنواع؟ أه أكيد زي إيه مثلا؟ أه والأنواع بتختلف على حاجتين مم. النوع الأولاني إحنا لو بنتكلم في الكاتيجوري بتاع الإجهادات يعني مثلا عندي خرسانة عادية وعندي خرسانة مسلحة وطبعا عشان بس كلمة عادية وكلمة مسلحة بيتم أه 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 رصد المصطلح ده عليها ده بناء على استخدام حديد التسليح فيها او لا. آه. آه والخرسانات المسلحه طبعا بتبقى الاجابات بتاعتها بقى تبدا ان انا ابدا اخش في جريدز كبيره جدا ده بالنسبه للخرسانه المسلحه. آه. آه في جزء ثاني وبنبدا نتكلم فيه اللي هو الخرسانه اللي هي ذات المواصفات الخاصه بمعنى ان انا لو انا هستخدم خرسانه في المنشات المائيه الاسمنت نفسه بيختلف. يمكن في بعض الشوائع اللي ممكن تكون موجوده في في السوق المصري ودي بعيدا عن مجال الخرسانه الجاهزه الناس ممكن ما تبقاش عارفه ايه الفرق ما بين الاسمنت العادي والاسمنت المقاوم للكبريتات وفي عندنا اسمنت نوع ثالث هو خليط كده بيتم استخدامه في مواصفات اخرى مش بصدد احنا نخش في تفاصيلها دلوقتي يعني تمام طب احنا كنا عايزين نعرف فكره الخرسانه الجاهزه عموما مالوفه في مصر آه مالوفه حاليا في الوضع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي وفي الوقت الحالي مه. ولكن هي بدات تقريبا من سبعينات وثمانينات القرن الماضي دخولها مصر آه وبالتالي هو ده اللي بدا يعني يبدا يعمل تطور للخرسانه الجاهزه اللي موجوده في مصر. آه بدايه من القرن الحالي اللي احنا موجودين فيه بدات الخرسانه الجاهزه يعني تتطور بصوره عاليه جدا جدا في جمهوريه مصر العربيه. لدرجه ان احنا بقى النهارده حتى المعدات اللي بيتم استخدامها في تكوين الخرسانه الجاهزه ان احنا وصلنا لبعض الخبرات اللي بتوصلنا ان احنا حتى نصنع المحطات هنا في 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 مصر يعني بتصنيعات محليه يعني. تمام طب احنا عايزين نعرف يا ترى بقى ال... يعني السوق المصري اتاثر بموضوع الخرسانه الجاهزه؟ اه بصوره كبيره جدا وبصوره ضخمه يعني مم. حاليا دلوقتي إحنا يمكن شايفين الفترة الحالية من الحكومة من ساعة تقريبًا 2014 م. وإحنا شايفين تطور في مجال البنية التحتية والإنشاءات بصورة يمكن كبيرة جدًا وضخمة ما كناش نقدر نوصل للتطور ده وفي الأوقات القياسية دي غير لما نكون إحنا واصلين على تطور عالي من الخرسانة والمحطات والمعدات اللي موجودة بالنسبة للخرسانة الجاهزة. آه السوق المصري يمكن آه بي بيجمع ما بين جميع التكنولوجيا الموجودة على مستوى العالم ما بين محطات آه تصنيع صيني على تركي على ألماني وتصنيع محلي كمان بالإضافة آه من محطات لعربيات كمان للمضخات الخرسانة أو حتى أي كومبوننت تانية بتساعد في في المجال نفسه آه تطور الخرسانة يمكن إحنا لو جينا بصينا مثلا للريكورد كده ممكن مثلا يكون مسجل إن إحنا حاليا مثلا في 2019 و2020 تقريبا مطلعين مثلا السوق المصري استحوذ على حوالي 37 ل 36 مليون متر مكعب خرسانه وده رقم ضخم جدا جدا في مجال الانشاء يعني. اكيد. طيب احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك برضو هل طبعا احنا بنمر بفتره صعبه جدا وظرف استثنائي من يعني 2020 كانت صعبه جدا اكيد هل الظرف الاستثنائي لكوفيد 19 اثر على على الشركات وعلى تعاملات الخرسانه الجاهزه؟ انا يمكن هرجع شويه للخلف شويه ان انا هقول لحضرتك مثلا ان احنا في الاول في سنه 2014 يمكن احنا عملنا تطور هائل جدا في موضوع البنيه التحتيه لمصانع الاسمنت اللي موجوده في مصر العربيه <applause> آه لدرجه ان يمكن الشركه الوطنيه قامت مثلا بانشاء حوالي 8 خطوط بيخدمها او بينتجوا الاسمنت في مصر هنا عشان يقدر يغطي الانتاج المحلي والاحتياجات المحليه هنا في مصر قبل ما نفكر في موضوع التصدير بره آه وده نقلنا ان احنا في نهايه 2018 من انتاج محلي تقريبا حوالي 55 مليون طن سنويا لما وصلنا ل 70 مليون طن سنويا تقريبا يعني. ده آه كان فيه رؤيه للحكومه المصريه في مجال الانشاء اللي احنا موجودين فيه حاليا في الفتره الحاليه. وبالتالي يمكن اه, آه, آه اجابه السؤال اللي حضرتك قلت عليه هو كوفيد 19 طبعا كل التطور اللي حصل في الثلاث اربع سنوات لحد مثلا ما حصلت الازمه اللي كانت في بدايه 2020 أيوه. ده كان لازم ان يمكن يخلينا ان احنا كمصريين يبقى عندنا تحدي اكبر ان احنا نقدر نعدي المرحله بتاعه كوفيد 19 وبالتالي نقدر ان احنا نستفيد بكل التطور اللي حصل على مدار الثلاث اربع سنين وما نتاثرش بيه هنا في في مصر يعني. آه يمكن يمكن ميل يمكن حصل ان احنا عندنا حاله من حالات الجمود مش هنقول شلل ولكن حاله حالات الجمود في اول شهرين من حدوث الازمه شهر ثلاثه وشهر اربعه تقريبا في الفتره ديت يعني ولكن الصراحه ان يمكن الوعي بتاع الشعب نفسه ووعي الشركات نتيجه ان هي في الاول وفي الاخر عايزه تفضل مكمله على التطور اللي اللي وصلت له اللي وصلت له واللي هتفضل مستمره عليه بدات تاخد اجراءات احترازيه الاجراءات اللي اخذتها دي, دي ساعدتها وطبعا كان في الاوفر اخر طبعا بتوجيهات الدوله وتوجيهات الحكومه اللي كانت موجوده والشركات كانت بتحط قرارات صارمه لان ما كانش عندها بديل تاني ان لو حصل عكس ذلك الشركه كده مهدده بالغلق يعني مم. فالاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها دي ساعدتنا على ان احنا في الافق نفضل مستمرين في مجال الانشاء ومجال التطور ومجال السبلاينج بتاع الخرسانه الجاهزه للسوق سواء كشركات محليه او شركات خاصه كقطاع عام يعني او قطاع خاص او حتى المستهلك الطبيعي اللي هو الشعب ان هو بياخد الخرسانه الجاهزه عشان يبني بيها اذا كان بيت او فيلا او حاجه استخدام شخصي يعني. وده من خلال الارقام نفسها يمكن احنا بنحكم عليها ان احنا في نهايه 2020 فوجئنا ان عدد كميه الخرسانه الجاهزه اللي تم انشاء او تم انتاجها في في العام ده هو كسر الرقم اللي تم انتاجه في 2019 يعني عدينا بمعنى اصح على الرغم من ان احنا يمكن لو حصرنا ان احنا معانا شهرين اثنين تقريبا كان فيهم حاله من حالات التجمد عموما في في مصر في مصر كلها كانت في مشلوله يعتبر مظبوط بس يمكن انا مثلا لما كان يبقى جيرانا او الناس بتقابلنا بيقوموا مستغربين ازاي احنا كنا بننزل الشغل وازاي بننتج عمليات الخرسانه الجاهزه لان الحياه في مصر متوقفتش في قمنا ببعض الاجراءات سواء كانت او اجراءات داخليه في الشركات لان ده انا عاوز افضل مستمر مش عايز اقف ده ساعدنا بقوه ان احنا في الاول وفي الاخر نفضل مستمرين على نفس عمليه الانتاج يعني. انتم معنى ان انت يعني اشتغلتوا الشغل ده كله في الوقت ده يعني انتم عديتوا بازمه صعبه جدا عن باقي يعني باقي الاعمال وباقي اي حاجه اكيد خدتوا احترازات جامده جدا. هو طبعا احنا مش احنا احنا ترس من ضمن تروس كتيرة بتبقى شغاله في البلد. آه الترس ده مستحيل ان هو كان يلف لوحده ولكن طبعا نتيجه الـ الـ ان الدوله كان عندها وعي من بدايه تكوين الازمه نفسها والاجراءات اللي خدتها نفسها في الدوله ده ساعدنا بقوه على ان احنا ما نحسش باي ازمه ممكن تكون موجوده. اه كان في حاله من حالات الضيق في في عمليه الانتاج احنا ما بننتجش بصوره طبيعيه زي المرحله اللي كانت قبل كوفيد 19 ولكن في النهايه احنا قدرنا ني ان احنا نتجنب المشاكل اللي كانت حصلت وان احنا نتعايش مع الوباء اللي موجود بالصوره اللي لا تؤثر علينا في عمليات الانتاج وما تاثرش على صحه الموظفين ولا المواطنين اللي ممكن يكون في بينهم بعض احتكاك نتيجه عمليات الانتاج يعني طيب هو اه احنا الموضوع متوسع جدا تمام فا طبعا حضرتك عندك كم من المعلومات فعايزين نعرف منه تاني. <applause> أنا طبعًا حبيت بس إن أنا يعني أتكلم بصورة مختصرة عن الخرسانة ووجودها في السوق المصري كان بالشكل عامل إزاي ولكن إن شاء الله يعني في حلقات قادمة يعني نوعد حضراتكم بعون الله إن يكون في تفصيل أكثر عن الموضوع بكل جانب من الجوانب ديت يعني إن شاء الله. تمام طب حضرتك عندك كلمة أخيرة تقولها لنا؟ والله أنا لكن بحكم مجالي وبحكم الشغل اللي انا موجود فيه طبعا انا حابب ان انا اشكر بصراحه العاملين في المجال دوت وحابب ان اشكر الشعب المصري على الوعي اللي, اللي هم وصلوا ليه اللي ما حسسناش بالوباء ولا بالازمه اللي كانت موجوده في مصر ولا في العالم كله لان هو الموضوع الازمه ما كانتش موجوده في مصر لوحدها يعني وقرارات الدولة من قرارات حكيمة والمرحلة اللي احنا فيها في حالة الـ الـ الانشاءات الضخمة اللي احنا بنمر فيها في مصر وحابب اشكر السادة المسؤولين على كل التطور دوت يعني. طيب حضرتك معلش يعني احنا لسه طبعا معانا وقت كبير في الحلقة طبعًا. وعايزين نعرف بردو الشركات اللي هي اكيد في شركات كتير وقعت في في الفترة الاستثنائية اللي احنا فيها فعايزين نعرف هل الخساره كانت جامده عليهم قوي ويا ترى قدروا يعدوا الازمه دي بحاجه محترمه كده تقومهم من تحت لفوق آه خلينا نقول ان احنا في بدايه الازمه نفسها لما حصلت كان في حاله من حالات المفاجاه بالنسبه للشركات لان هو طبعا ظرف ما كانش متوقع آه عمل حاله من حالات اللخبطه في اوراق الشركات كتير في شركات حصل لها حاله من حالات الشلل والتجمد في شركات بدات تستخدم سياسات زي ان انا النهارده اريديوس الكوست اللي موجود عندي في في الشركه او ان انا استخدم سياسه اخرى زي الكوست ريدكشن بعض الشركات اللي يمكن حصل لها حاله من حالات التجمد والشلل ديت ولدت فرصه متاحه للشركات اللي قدرت تكمل في السوق اللي موجود في مصر وبالتالي زي ما قلت حضرتك ان انا حتى لما في مع نهايه 2020 حجم الخرسانه اللي تم انتاجها في مصر كسر الرقم اللي تم انتاجه في 2019 مم. فده معناه ان يمكن الازمه نفسها ولدت فرص لبعض الشركات وبعض القطاعات اللي كانت هي ممكن ما تتوفرش في الوضع الطبيعي اللي كان ممكن يبقى موجود في في السوق في التوقيت دوت يعني. اكيد طبعا يعني احنا كل يوم بنشوف حاجات جديده وده باين طبعا في الانشاءات اللي حاصله حوالينا يعني كل يوم بنكتشف حاجة جديدة وطبعا شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي على التطور الفظيع اللي بيحصل في بلدنا بوجوده طبعا بس احنا عايزة برضو اوصل لنقطة معينة الخرسانة الجاهزة دي ايه اللي خلينا مثلا يعني احنا طول عمرنا متعودين على الخرسانة العادية والقرى اتبنت بكده والميادين وحاجات كتير ويعني اكبر اماكن في مصر اتبنت بده ايه اللي خلانا مثلا ان نوصل ان احنا عايزين خرسانه الجاهزه زي ما حضرتك الخرسانه الجاهزه مختلف عن الخرسانه العاديه من يم من ناحيه الدقه ومن ناحيه المعايير المحدده اللي ممكن بيتم استخدامها فيها يعني الخرسانه مثلا في منشا مائي غير الخرسانه اللي هستخدمها مثلا وانا ببني البيت بتاعي اكيد طبعا الخرسانه اللي هبني بيها النهارده مثلا برج اطول برج مثلا موجود في العالم استحاله النهارده هستخدم النهارده المعايير التقليديه اللي هستخدم فيها الخرسانه الجاهزه وبالتالي هبدا الجا للخرسانه الجاهزه عشان ابدا اوفي الطلبات دي الحاجه الثانيه ان انتاج الخرسانه ونقلها وصبها عن طريق استخدام المعدات الخرسانه الجاهزه بتمر معايا بوقت قياسي كلنا حضرنا التوسعات وكميه الكباري اللي اتعملت في 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 مصر الجديده اتبنت في وقت قياسي عملت حاله من حالات ال... اعاده نبض الحياه في مصر الجديده والاماكن اللي كانت مزدحمه اللي يمكن كلنا كنا بنعاني أكيد من الزحمه طبعًا. اللي موجود فيها طبعًا. اه لو جينا بصينا مثلا للدائر الاقليمي اللي اتعمل اه كميه البنيه التحتيه اللي اتعملت في العاصمه الجديده ده عمر الكلام ده كله ما كان هيتعمل النهارده حقيقي عن طريق هو اختراع حقيقي مش عايز اقول لحضرتك ان النهارده حتى القرى نفسها والاماكن النائيه بدات النهارده يحصل اعاده توزيع لمحطات الخرسانه نتيجه ان الاويرنس بتاع المواطن النهارده المصري وهو بنعتبر ان المواطن المصري هو مواطن ذكي ومواطن فطين بطبعه اكيد طبعا آه وبالتالي النهارده قدر النهارده يحكم على خرسانة جازة من يمت دقتها من يمت جودتها الجوده العاليه جدا جدا نتيجه انا قلت حضرك النهارده انا لما باجي بنتج الخرسانه نفسها المكونات بتاعتها انا بوزنها مقدار الخطا فيها غير مسموح به لسبب واحد لان الخطا ده بيؤثر على جوده الخرسانه معايا سماحيه النهارده بشتغل في خلالها ولكن طول ما النهارده بعدي المسموح ليا اوتوماتيك على طول بتبقى الخرسانه ديت بالنسبه لي هي خرسانه مرفوضه لا ما بيتمش استخدامها في الخل... في الانشاءات يعني طيب احنا كده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا وحضرتك شرفتنا أف نورتنا وعايزين و... كلمه منك ل... للجمهور الجميل اللي بيتفرج علينا دلوقتي الف الف شكر لحضراتكم على الفرصه الجميله اللي انتم اتحتوها ليا ان احنا نتكلم مع الناس ونوضح لهم يعني ايه الخرسانه الجاهزه وان شاء الله نوعدكم بمزيد من المعلومات ومن من الحلقات اللي نقدر يعني ن... حضرتك عندك قابليه ان انت تطلع معانا تاني ان شاء الله ان شاء الله وبكده <applause> <applause> نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وحضرتك نورتنا وشرفتنا وكانت حلقة خفيفة وحضرتك كنت ضيف خفيف على القلب شكرا. ويا رب يكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة طبعا حلقتنا غير مألوفة عن, ال... عن برنامجنا بس طبعا ده برنامج في الصندوق يعني كل يوم هنطلع حلقة جديدة وكل حلقة هنطلع لكم مفاجأة طبعا موضوع الخرسانة الجاهزة كانت مفاجأة للكل وأنا سعيدة بوجود سعيد معنا ويا رب كده دايماً نكون في تطور وفي نجاح وبلدنا دي تكون أحسن بلد وأشوفكم على خير السلام عليكم